رحب بحضراتكم من جديد. المصري وبيراميدز على استاد الجيش في برج العرب. تامر، سر الطفره اللي باتشيكو عاملها مع بيراميدز، وهل لو كان من اول الموسم كان الوضع يبقى احسن كمان دلوقتي؟ بص، انا اول ما جه انا كنت شايف انها صفقه جيده جدا باتشيكو، لان لو بصيت على باتشيكو حتى مع فترته مع الزمالك كانت احسن فتره هجوميه. هو لعيب فكر، مدير فني فكره هجومي، بيقدر يوصل لجون بصوره كبيره جدا. ولو بصينا حتى في ماتشات بيراميدز ال10 اللي فاتوا هتلاقيهم بيوصلوا لجون كتير جدا وبيحرزوا اهداف. يمكن في معظم ال10 ماتشات احرزوا اهداف في ال10 مباريات اللي كانوا مع باتشيكو. فوجود اللعيبه الكبيره اللي هي زي رمضان صبحي وعبد الله السعيد واللعيبه الهجوميه كانوا محتاجين مدير فني بفكر هجومي، لان كان برضو اللي قبليه كان تاكيس، كان البدايه بيبتدي الهجمه من تحت والبونه اكتر، ولكن الفاعليه والايجابيه على الجون مع باتشيكو. وانا بقول لك كان فتره الزمالك من احسن فترات الزمالك الهجوميه كانت مع باتشيكو. فهو ماشي بصوره جيده لغايه دلوقتي 10 ماتشات. طبعا لو ابتدى الدوري كانت في مباراه سهله جدا، خسر بيراميدز، خسر من الداخليه على ارضه 2-1. يعني في ماتشات كانت ممكن تلاقيه في وضع ثلاث مرات وكان ممكن ما يبقوش ثلاث مرات، يعني هو خسر من الزمالك وده اعتقد ده منطقي، ممكن يبقى منطقي، ولكن ماتش الداخليه مثلا مش منطقي. وفي ماتشات بيتعادل فيها، انت التعادل برضو في وقت مع فريق بينافس يا كريم اكنك بتخسر. خسر من الاهلي، هو خسر من الزمالك والاهلي وده منطقي، لكن هي الداخليه ما كانتش، الداخليه كانت المشكله. فكان هيبقى ضامن مركز ثاني، هو دلوقتي في صراع في مركز ثاني مع فيوتشر ومع الزمالك. طبعا في فرق 5 نقط، بس الزمالك هيرجع اكيد هينافس معاهم على المركز الثاني. فكره نوع المنافسه على الدوري انا شايف انها هتبقى صعبه. يعني الاهلي عنده ماتشين مؤجلين، لو قدر يكسب هيفرق 9 نقاط في الحاله، بتكلم حالا في الظروف الحاليه، لكن الحالية. لو كان الامور لو كانت الامور من الاول كان ممكن لو فرق 3 6 نقاط ماتشين كان ممكن يبقى موجود في المنافسه. لكن النهارده ماتش صعب جدا على بيراميدز، خصم بقاله فتره في نتائج سلبيه، عايز يكسب. المصري طبيعي مش وضعه كده في مركز 12. كلنا في بدايه الدوري قلنا ان هو هينافس بالتدعيمات الكبيره اللي عملها، عنده رئيس نادي سخي ممكن يجيب اي صفقه، عنده مدير فني كبير زي كابتن حسام حسن، لعيبه تقيله جدا، هو برضه اكواليتي مدربين كبار. فانا بشوف النهارردة ماتش الفرقتين بيلعبوا على المكسب. أيوة. الفرقتين محتاجين ال3 نقاط. المصري لو بصينا كان تاني ماتش في الدوري اتعادلوا 0-0، كان المصري افضل بكتير واضاع اهداف كتير قوي. انا فاكر في المباراه دي فنتائج السلبيه للمصري مش هتخلي ان المصري لا داخل الماتش بيراميدز انا خسران. لان المصري على طول مع الفرق الكبيره سواء اهلي او زمالك او بيراميدز بيعمل نتائج وعروض جيده.